جميع الطلبة والطالبات خريجي فوج 2020-2021. اليوم هو يوم كان حافل فيه عرفنا التتويج ديال المسار ديال 3 سنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد. كما كتشوفوا اليوم حفل التخرج، كتشوفوا الطلبة اليوم فرحانين، عجبهم الحال بعد مرور 3 سنوات من الدراسة ومن الجد. الحمد لله اليوم كانت كيخلوها بالفرحة ديالهم. كنا كنأمنوا بالمسار العلمي ديالنا، وجات هذه اللحظة هذه كتتويج المجهودات اللي قمنا بها رغم الظروف العصيبة اللي كنا كنعيشوها جراء الوباء ديال كوفيد 19 المستجد. والحمد لله ربي وفقنا ووفق جميع الطلبة على أن خصوصا العامين الأخرى كانت كما قلت عصيبة جدا، وربي سهل لنا أننا نخرجوا بنتيجة إيجابية. الجباره اللي قاموا بها. كان الحفل كيعرف مجموعه من الفقرات، ومازال الحفل مستمر الى غايه المساء ان شاء الله. كنتمنى على ان المسار العلمي والتعلمي ديال الطالبات والطلبه على انه ما يوقفش حد هذا التتويج هذا، ويعرف واحد الاستمراريه. ونحن فخورين جدا بالمؤسسه اللي كنتموا لها كليات متعدده التخصصات بالعرائش. الله عليكم يا علي، زيدوا طلعوا يا علي.